أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. شهدت محافظة أسيوط اليوم واقعة مأساوية وهي انهيار بيت ريفي على سكانه. أسفر الحادث عن وقوع إصابات وحالة وفاة. في تغطيتنا نستعرض لحضراتكم جميع التفاصيل. منزل ريفي بعزبة نزلة النغربي بمركز صدفة في أسيوط وقع اليوم الصبح على سكانه، وتسبب أيضا في وفاة فتاة وإصابة 8 أشخاص. وبدأت الواقعة لما تلقى مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة صدفة يفيد بورود بلاغ من النجدة من انهيار منزل مأهول بالسكان بعزبة نزلة المغربي بمركز صدفة. انتقل لموقع الحادث ضباط المركز والإسعافات وقوات الحماية المدنية أيضا والإنقاذ، وتبين انهيار بيت مكون من دورين مأهول بالسكان. اتمكنت بالفعل قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثة فتاة عندها 20 عام، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى صدفة المركزي، وتم إنقاذ 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى صدفة المركزي على الفور ومستشفى أسيوط الجامعي. تحرر بالطبع محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. أما اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فقال أنه بيتابع حدث انهيار المنزل الريفي عن كثب، وأنه أصدر تكليفاته لسكرتير عام مساعد المحافظة ولجميع الأجهزة التنفيذية بتفقد المنزل وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع طبعا للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان. تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة بالطبع حفاظاً على أرواح المواطنين جميعاً. وانتقل لموقع الحادث سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مركز ومدينة البداري وقوات الحماية المدنية وأيضاً فريق الإنقاذ البري، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية وأكثر من 9 سيارات إسعاف وأيضاً سيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض، وتم إنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل واستخراجهم أحياء من أسفل الأنقاض وانتشال جثة فتاة، وتم نقل المصابين وجثة الفتاة إلى مستشفى صدفة المركزي، وتم توجيه فريق الإغاثة والدعم النفسي والتابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور رئيس مركز البداري ورئيس مركز صدفة وأيضاً رئيس القرية وفرض طوق أمني حول المنزل للمنهار وجري فحص المنازل المجاورة بالطبع. وزار السكرتير المساعد للمصابين بمستشفى صدفة المركزي لمتابعة حالتهم الصحية عن كثب وتقديم كل الرعاية الصحية لهم حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء. أمر أيضا المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز البداري ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتب التقرير عن أسباب هذا الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة، وذلك بالطبع حفاظا على أرواح ساكنيه. وتم تكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة وجميع الدعم النفسي لسكان المنزل المنهار. نتمنى بالطبع السلامة للجميع وعزائنا للفقيدة وأهلها. أشكركم وإلى اللقاء.